تدريش الطفل نكس ولا طاهر؟ نعم تدريش الطفل نكس ولا طاهر؟ ما صار تدريش إيه؟ الطفل إيه؟ هل هو طاهر ولا نجس؟ لا الصحيح أنه طاهر. تطريش الصبي على الثوب الصحيح أنه طاهر، وذلك لأنه ليس فيه دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة والحل حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فإذا طرش الصبي على ثوب أمه لا يلزمها أن تغسله، لكن إن غسلته فهو أفضل احتياطا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم القيء؟ من أي ناحية؟ من ناحية نجاسة. القيء ليس بنجس سواء من الصغير أو من الكبير، إلا إذا وجدت دليلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فخذه، لأن القيء كما تعلم يكثر وقوعه من الناس، فإذا لم نجد في القرآن ولا في السنة أنه نجس فليس بنجس، كما أنه لا ينقض الوضوء أيضا. نعم.